Let's get back to the reason why we're all here today to meet the newest member of the OnePlus flagship smartphone lineup, building on the beauty and the power of the OnePlus 8 and taking things even further. Introducing the OnePlus 8T. Hello, مع دعم 5G وشحن سريع بقدرة 65 واط نستعرض لكم OnePlus 8T تصميم الهاتف من الأمام والخلف من الزجاج والإطار من الألمنيوم الحواف نحيفة ويدعم تركيب شريحتي اتصال الوزن 188 جرام وبسمك 8.4 ملم مزود بمنفذ يو اس بي سي ومكبرات صوت استيريو لتقديم افضل تجربه صوتيه الشاشة من نوع فلويد أمولد بأبعاد 20 إلى 9 بمقاس 6.55 إنش وبدقة Full اتش دي بلس بكثافة 402 بكسل لكل إنش بمعدل تحديث عالي 120 هرتز تدعم HDR10 Plus و Always On Display وتم إضافة البصمة بالشاشة نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة أكسجين OS 11 ويعتبر من أوائل الهواتف التي تحصل على أحدث نظام تشغيل من جوجل المعالج ثمان أنوية سناب دراجون 865 بدقة 7 نانومتر وبتردد 2.84 جيجا هرتز يقدم أداء عالي جدا يتوفر الهاتف بنسختين 8 جيجا بايت رام مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا و256 جيجا مع رام 12 جيجا بايت ولا يدعم تركيب ذاكرة خارجية الكاميرا الخلفيه رباعيه اساسيه 48 ميجابكسل بفتحه عدسه 1.7 تدعم المثبت البصري والتركيز التلقائي الكاميرا الثانيه بزاويه واسعه حتى 123 درجه بدقه 16 ميجابكسل بفتحه عدسه 2.2 الثالثه بدقه 5 ميجابكسل فتحه عدسه 2.4 من نوع ماكرو الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 مخصصة للعزل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 وتدعم HDR يدعم الهاتف بلوتوث 5.1 وواي فاي 6 وان اف سي وشبكات الجيل الخامس 5G البطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط يشحن الهاتف بالكامل في 39 دقيقة يتوفر الهاتف باللونين الأخضر والفضي والسعر يبدأ من 700 دولار مراجعتنا انتهت لا تنسى تشترك معنا في القناه وتشارك الحلقه مع اصدقائك اشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامه